بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع اقتراب الاختبار الإشهادي لبرنامج محو الأمية بالمساجد وما يترتب عنها من ملء مجموعة من الوثائق والتي يجد بعض المؤطرين صعوبة في ملئها، فإني أقترح عليكم هذه الشبكة التي تحتوي على جميع الوثائق التي يحتاج لها المؤطر، سواء بيان نقط الدورتين هي الدورة الأولى والدورة الثانية، أو بيان نقط إشهادي، أو جدول النتائج النهائية الخاصة بالمؤطر، أو حتى معرفة رتبة كل مستفيد. في الحقيقة وجدت هذه الشبكة والتي كانت من إعداد شخص من عمالة مراكش، وإنما قمت أنا بنسخها ثم إدخال المعادلات الإكسل لتسهيل عملية الحساب. لذا الشكر موصول كل من كان له يد في هذا العمل. هنحاول ندخل البرنامج عشان نشرحه بالتفصيل. كما كتلاحظوا هنا لتحت كاين بيان نقط الدورة الأولى، وكاين بيان نقط الدورة الأولى النسخة الثانية، بمعنى أني حطيت الأسماء من 1 ل 40. بيان نقط الدورة الأولى هنا 1 إلى 20، الورقة الثانية من 21 إلى 40. غالبا عدد المستفيدين المسجلين يكون 4. ثم كاين بيان نقط الدورة الثانية نفس الشيء من 1 إلى 4، ثم الإشهادي نفس الشيء من 1 إلى 4، ثم النتائج النهائية من 1 إلى 4 إلى آخره. وكاين خانة خاص بحساب الترتيب لمعرفة كل مستفيد أو مستفيدة رتبة ديها. وكاين هاد جدول النتائج النهائية الخاصة بالمؤطر، وكاين هاد الجدول الأول كاين فيه المسجل والممتحن، الثاني كاين الناجحون والمتغيبون. دابا نحاولوا نشرحوا نحاول نشرحوا كيف أن هاد البرنامج غيسهل عليكم المأمورية بزاف، لأن يعني بمجرد ملء هذه الخانات إلا ويتم ملء النتائج النهائية بشكل بطريقة مباشرة. على سبيل المثال، مستفيد رقم 1 جاب، لنفرض جاب 12، جاب 14، جاب 16، جاب 17. كما كتشوفوا العدد كيكون مباشرة. ربما هاد بيان نقط الدورة الأولى أو الدورة الثانية، الدور الأولى أو الدور الثانية، ربما قمتم بملء هذه الخانة، لكن الفرق هو أن هنا في هذه الشبكة بمجرد ملء هذه الخانة يعطينا النتيجة مباشرة. في النتائج النهائية ستجد أن العدد مسجل هنا، المجموع مسجل هنا الدورة الثانية. نفس الشيء بالنسبة للدورة الأولى، ننتقل إلى النتائج النهائية. نجد هنا الدورة الأولى مثلا 12.25، الدورة الثانية 14.75، الإشهادي هنا مستفيدة لنفرض جبت 15 في الكيفية اللغوية التواصلية، وجبت الكيفية المنهجية 13، كتعطي النتيجة 14. مباشرة إلى ننتقل إلى النتائج النهائية غنلقاو هنا أي موجودة 14 بمعنى شكل أوتوماتيكي، ماشي تعمر كل وثيقة بوحدها. وفي نفس الوقت هو كيتحسب هنا المجموع، هو المجموع كيكون هذا هو المعادلة الشرطية باش كيحسب هذا الشيء بشكل أوتوماتيكي، بمعنى أن 12.25 مضروبة في 3، و14.75 مثلا هذا النموذج مضروبة في 3، و14 مضروبة في 4، كتعطينا 137. كتقسم بشكل اوتوماتيك كذلك كتعطينا النقطة 13.70. بهذه الطريقة نفس الشيء،
يجمعوا الثاني والثالث والرابع. اللي عنده النقاط يحط مباشرة معدل هنا مثلا، ما محتاج نعمر هاد الخانات لأن الخانة هي النقطة الأولى عندي. نعمر مباشرة النقطة اللي عندي 14 مثلا فاصلة 5، نمشيو للنتائج النهائية هو 14.5. الدورة الثانية لنفرض، عندي النقطة، نمشي مباشرة نعمر النقطة 14 15، نمشي للنتائج النهائية نلقاو هنا 15. هو كيحسب، نمشي للامتحان الإشهادي، الامتحان الإشهادي الباقي النقط ما لم يتم ما عمر باقي ما عمرناش هاد النقط، بعد ما نعمروها هو 13، نتائج نهائية هو 13. إذا النتيجة المجموع 140.55 كتعطينا مقسوم على 10 بتعطينا 14.5. كيبقى لينا خصنا نعرفوا الرتب، شكون اللي عنده الرتبة الأولى. طبعا حتى تساليو جميع هاد 40 ولا 30 كل واحد مستوى شحال عنده يجمع دي كوبي هنا المعدل العام كوبي الى اخره، حتى كوبي تكليكو على نديرو نسخ، كنمشيو لهاد الخانة هاد خاص لحساب الترتيب، كنحطوه هنا في الاول، كنديرو كولي، ولكن شوفوا هاد في الاخر هذا اللي كانت الرقم الصحيح لان الاخرين يعطيك ارقام ماشي صحيحه. هذه تطلق بشكل اوتوماتيكي يعطيك نقطه، يقول لك 14.05 هو الرتبه الواحد، 13.7 رتبه جوج، 0 رتبه ثلاثه، ثلاثه لان خاوين هذو صفر من الرتبه الاخيره. نفس الشيء كيمشي لجميع الخانات في النتائج النهائيه، النقط اللي غنلقاو هنا معدل وهكذا بالترتيب، عقلوا على الترتيب 16 17 18 19 طبعا كان يبدا من هنا 1 2 3 4، وفي هاد النتائج 1 2 3 4 انا درت حتى 40 40، اللي بغى يزيد يزيد كاين طريقة في الاكسل اللي بغى يزيد يزيد حتى 40. وبعد تعطيك الرتبة هنا دير لي كوبي على حسب شحال عندنا كاين في النتائج النهائية. مثلا هنا اللي كيهمني هي 3، ندير كوبي أي نسخ، نمشي للنتائج النهائية، نمشي الرتبة هنا نفس الشيء، ندير كولي في هذا هذا في الأخر خلاص أو ترتيب. طبعا الحل مع التحسين آخره. على سبيل المثال، بعد ما نساليو من هاد النقط، طبعا اللي ما فهمش شي حاجه يقدر يسول في لتحت، ان شاء الله نوضح اكثر الى عنده كاين شي اشكال بشي فيديو قصير او كتابه الى اخره. كاين هادو ديال المسجلين، طبعا انا هنا كنهضروا على الامتحان الاشهادي الجدول النهائي اللي نجحوا. مجرد ان تحط النقطة هنا، طبعا بغيت تعرفوا بين 15 و 24 شنو هما الاعوام اللي المعنيين بالامر. انا غنحطكم في هذا الفيديو الاعوام بين 15 و 24، وهما هذوك اللي تزادوا بين 1998 ل 2007، و25 و34 هما اللي تزادوا بين 1988 و1997، بين 35 و44 اللي تزادوا من 1978 ل 1987، بين 45 و59 هما اللي تزادوا بين من 1963 الى 1977. اما 60 سنة فما فوق، اي واحد عنده تزاد 1962 وما تحت
يعني 1962، 1960، 1959، 1958، 1950، 1940، 1930، هادو كلش داخلين في هاد الخانة. بحال بمجرد أنك تدخل العدد، راه المجموع الحساب والمجموع العام كيدخلوا بشكل أوتوماتي. نفس الشيء في الأخير كيعطيك النتيجة، النتيجة في مجموع الحساب النووي والمجموع العام، هو نفس الشيء بالنسبة للمؤطر. المستشارين طبعا الحال غتغير بناء على عدد المؤطرين اللي عندهم وعدد المستفيدين الموجودين تحت الإشراف. كاينين طبعا المسجلون. بالنسبة للتوضيح أكثر، كاين واحد فيديو شرحت فيه هاد كيفاش غتحسب الأعمار بشكل أسهل، وكاين شي توجيهات ونصائح وتنبيهات على هاد. كاينين بزاف كيوقع كيديروا أخطاء. مثلا كاين هنا مسجلون، طبعا دوك اللائحة اللي عندكم فيها 40 ولا فيها 45 ولا فيها 30، خص يكون المجموع هنا هو العدد اللي عندكم في اللائحة. الممتحنون هذوك اللي دوزوا الامتحان، هذوك اللي دوزوا الامتحان. ثم ننتقل للخانة الأخرى. ننتقل للخانة الأخرى، كاين عندنا المتغيبون وعندنا الناجحون. طبعا تفرجوا في فيديو، أنصحكم تفرجوا في فيديو اللي غنحط تحت الرابط. هذا فيديو يشرح فيكم التفصيل. أولا نعطيكم واحد ملخص، وهو أن المتغيبون زائد الممتحنون خص يعطيونا العدد المسجلون. عندك هنا 40، خص هنا بين ممتحن ومتغيبون خص يكون 40. طبعا الحل بالأعمار، مثلا على سبيل المثال الإناث بين 15 و 14 عندنا 14. هاد 14 خصك تفرقهم بالممتحنون، العدد اللي غتلقاه هنا في الممتحن في الإناث، والعدد اللي غتلقاه هنا في المتغيبون الإناث بين 15 و 24 هو المجموع المسجلون بين 15 و 24، وهو مثلا هنا 14. وكذلك بالنسبة للناجحون خص يكون يساوي الممتحنون أو أقل. يساوي الممتحنون بمعنى أن الجميع نجحوا 100% أو أقل، يعني كاين الرصيد. بالنسبة للرصيد ولا ما كاينش شي وثيقة خصك تعمر لعدد الرصيبون ولا شي معلومات عليهم. وإن شاء الله نكون وفقت لشرح بعض النقط، وإن كان هذا الشيء يحتاج إلى شرح أكثر. لكن إذا كان شي سؤال ولا شي حاجة ولا نسيت شي حاجة، أكون مشكورا تسولوا لتحت في التعاليق. في النهاية نشكركم على حسن الاستماع، ولا تنسوا الضغط على الاشتراك، ثم الضغط على الجرس، ثم الضغط على الكل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.